على توجيهات الاخ نائب مجلس القياده الرئاسي محافظ المحافظه سلطان بن علي العراده نقيم هذا العزاء في رحيل اديب اليمن وشاعرها الكبير المناضل الدكتور عبد العزيز المقالح. هذا الهامه الوطنيه والعربيه الذي يعني خسرته الامه وخسرته الشعب اليمني الذي كان فلته من فلتات الزمن. هذا حل يعني رحيله خساره كبرى على اليمن، حيث ان هذا الرجل يعني كان مدرسه على مدى اكثر من 60 سنه وهو يعمل للتنوير وللثقافه والمعرفيه والعمل الاكاديمي، وهذا الرجل يعني كان له دور في يعني قراءه البيان الاول والثاني يعني بالجمهوريه لما قامت الجمهوريه، وكان من اول الاحرار والثوار الذي دعوا الى التغيير ولتثوير الشعب اليمني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحضر اليوم فعالية العزاء في فقيد الوطن الكبير شاعر اليمن وأديب اليمن الفقيد الدكتور عبد العزيز المقالح، والذي خسرت اليمن والأمة العربية برحيله هامة كبيرة، سواء في مجال الأدب أو مجال الشعر، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج الأمة وبالذات اليمن لمثل هذه الهامات في مواجهة المد الصفوي الذي تتبناه دولة إيران. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرنا جميعا. لم يخسر الشعب اليمني فقط، ولكن خسر الوطن العربي كامل هامة أدبية وفكرية وشعرية كبيرة له إسهاماته، حيث أثرى المكتبة العربية بالعدد الكبير من الدواوين الشعرية والدراسات النقدية والأدبية، وله كثير جدا من المقالات التي تحتاج إلى توثيق وجمع، ويحتاج الرجل إلى تسليط الضوء، حيث أنه يمثل مدرسة شعرية حديثة ويمثل رائد من رواد المدرسة الشعرية الحديثة في الوطن العربي.